الصور أمامكم هم لأجهزة للتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية المعروفة بالإلتروفيولي، تستعمل في تعقيم غرف العمليات الجراحية، سيارات الإسعاف، وسائل النقل العمومية، شاحنات وحتى السيارات. ويمكن لكم تعقموا بها البيوت ديالكم، لعب أطفال والملابس، وحتى المعدات الإلكترونية كالحواسيب والهواتف اللي صعب لنا نعقموها بمواد سائلة، وهادشي كله في وقت وجيز. الصور الموالية هي ديال أجهزة التعقيم بالبخار اللي حتى هي تتستعمل في المجال الطبي والغذائي. الميزة ديالها أنها طريقة خالية من المواد الكيميائية، وتمكن تعقم بها الأشخاص في بوابات الدخول ديال المتاجر والمرافق العمومية، ونعقم بها حتى لوازم المطبخ والأواني. سمعتم مهدي عربي صاحب مشروع استريبيو، وهي عبارة عن وحدة لإنتاج معدات تعقيم لتتشتغل بالإلتروفيولي وبالبخار. هاد لي برودوي ان شاء الله غادي يكونوا 100% ماروكان، المنتوج غيكون 100% مغربي، ودون كاليتي ميور بارابور لي برودوي امبورتي دو لترونجي. اون بليس دو سا زدنا عليه تقنيات اخرى، وهي نقدروا نستعملوهم عن بعد عبر دي تيليكوموند انفراروج وبيان فيا دي ابليكاسيون انترنت. وهاد لي زاباري ان شاء الله غيكونوا ديسپونيبل سور المارشي ماروكان ان شاء الله دون ان موا ماكسيموم، بما خدنا لي زاتيستاسيون ديالنا بما سنطبقو التصوير ديالهم، وغيكونو بثمن مناسب بارابور لي برودوي كي سون امبورتي دو لترونجي. و اون بليس دو سا حنا زدنا ليهم كيلكو ترانسفورماسيون. هاد لي ترانسفورماسيون حيت اصلا هما هاد لي زاباري كانو تيستعملو في التعقيم ديال لي زوبيتو، ديال لي زاندستري، تيستعملو اصلا في التصفيه ديال المياه وفي الصناعه الغذائيه. حنايا غادي نطوروهم باش يوليو ايوزاج بيرسونيل، تستعملوه في البيوت ديالكم، في تقدر تستعملها في السياره ديالك، تهزها معك حتى في الساك ديالك، دي بوتي زاباري مينياتور اللي تهزهم معك في الساك، وتقدر باش تستيريليزي بهم كاع البلايص اللي تكون فيهم. نتمنى تكون الفكره وصلتكم، وللمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم التالي اللي في الشاشه، أو على البريد الإلكتروني في هذا الأدريس إيميل اللي عندكم قدامكم. والله ينجينا من هذا الوباء ويحفظنا منه، ويحفظ بلادنا ووالدينا، وبقاو في ديوركم.